بمعنى اني بقول لك بشكل صريح ان انا مستعد اطلق واتجوزك. فاكر يا مؤمن لما ياسين صاحب هانيا يسري واول ما سابها انت رحت صاحبتها؟ فاكر، بس مش فاهم ليه انت بتقولي الجمله دي بالتركيبه دي. مهم انك فاكر. طب خليني افكرك برويده الشناوي اللي قبل ما تبقى صاحبتك كانت برضه صاحبه ياسين. واول ما سابها انت رحت صاحبتها. لا والليسته طويله قوي والله. انت بتحب تدوق اي حاجه ياسين دقها يا مؤمن. انا بجد مش عارفه ايه قصتك، عشان كده انا عمري ما هفكر فيك. هو واضح ان في حاجات كتير قوي فايتاكي. كل الامثله اللي انت ذكرتيها دي كانت بالنسبه لي علاقات ترويش ملهاش اي قيمه. انت ازاي مش واخده بالك ان انا بعرض عليكي الجواز؟ عشان انا في يوم من الايام كنت خطبته مش صاحبته يا مؤمن. علشان كده بقى عندك امل انك ترجعي له؟ على اساس انك انت الوحيده اللي هو خطبها مش كده؟ غلبانه. عموما هو ياسين دلوقتي محتار بين بنتين واكلين دماغه. نصيحه، ما تضيعيش وقتك اكتر من كده. وكده كده ياسين عمره ما هيتجوز. بس انا بتجوز وعايز اتجوزك، ولو وافقتي هعمل لك كل حاجه بتحلم بيها في الدنيا. صدقيني، فكري بس. صباح الخير. صباح النور. اهلا ياسين. مفيش اي شركه او مكتب اللي بتعامل معاهم بلغوكي بقى جديد؟ لا 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 خالص. بس انا ياسين كنت عايزه اكلمك في كذا موضوع. اوكي مؤمن، انت عايزني في حاجة؟ لا أنا تمام. أوكي تعالى يا رب. تعالى. أنا جاي لي عريس. حلو. مبروك. مين بقى؟ لا هو مش مهم مين. مهم إن أنا جاي لي عريس. وعايز يتجوز على طول. انت بقى شايف ايه؟ اعمل كده؟ والله دي حاجة ترجع لك. بس أنا لسه عندي أمل ياسين إن احنا نرجع لبعض تاني. أنا الشخص اللي عارف مشاكلك في الجواز وعارفة إيه اللي شاغلك بتعب نفسيتك. اوعي تتكلمي في الموضوع ده تاني، لا معايا ولا مع أي مخلوق. ايوه مؤمن، اديني يا مؤمن فرصة افكر وهرد عليك في اقرب وقت. صباح الخير. اهلا. ايه اهلا؟ ايه في ايه؟ ايه اهلا، بقيت عيد دلوقتي ولا ايه؟
لا والله لحد علمي امبارح الصبح بس صباح الخير بيترد عليها بصباح النور. بس تمام مش موضوعي. عايزه اقابل باشمهندس ياسين. اوكي. وفي ميعاد؟ في ميعاد. اوكي ثانيه واحده. لا ثانيتين يا روحي. I'm waiting here. يا ترى انبسطتي ولا طلع دم تقيل؟ انا عمري ما شفت دمك تقيل. والا ما كنتش هتبقى صاحب ياسين. تفتكري ده اظرف رد ممكن تقوليه؟ هو رد عادي، لا ظريف ولا بايخ. انت بس اللي مش بتحب تسمع سيره ياسين يا ماما. وانت ليه دايما بتحاولي تاكدي على فكره مش حقيقيه؟ وهي ان انا بغير من ياسين مثلا. كل الموضوع ان انا بحبك وعايزك ليا، وانت كنتي في يوم من الايام خطيبه ياسين، فالموضوع حساس شويه بالنسبه لي يعني. لكن انا مفيش اي حاجه في نفسيتي ناحيه ياسين. ياسين ده اخويا. مؤمنه انا خرجت معاك النهارده عشان انا مخنوقه وزهقانه، وانت بتزن ان احنا نخرج وادينا خرجنا. فبليز يا مؤمن ما تديش الموضوع حجم اكبر من كده. انت بتقولي ايه؟ انت مش قلتيلي انك هتفكري؟ وفكرت. انا مش هاخد راجل من مراته. انت بتحب دي قصتك، بس انت راجل متجوز. ما قلتلك هتهبب اطلق. برضو ده موضوعك مش موضوعي. باي مؤمن. ايوه يا حبيبتي. لا انا لسه عند ياسين. ما هو سخن زي ما قلت لك. لا 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 مش اللي في دماغك. لا ايه؟ لا طبعا لابس كمامه. اكيد طبعا لازم اخد بالي واخلي بالي يعني. لا 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 حاضر حاضر جاي جاي ما تقلقيش مش هتاخر يعني. حاضر حاضر. سلام سلام. يا اخي مراتي تسمع سيرتك بيركبها 100 عفريت. انت بتعمل ايه؟ تليفونها مقفول. ما خلاص بقى قلت لك ركز مع جيهان. جيهان مستنياك. انا عايز اشوف ملك. ملك دي مخطوبه وكانت على وش جواز. يعني لما تقول لها تعالى نرتبط هتقول لك هتتجوزني امتى؟ هترد تقول ايه؟ اقول لها ما بتجوزش. هتمشي وتسيبك. افرض بس ايدك ليه ما بتتجوزش؟ هترد تقول لها ايه؟ مش هقول اسباب. بعدين 100 مره قلت لك ما تتكلمش في الموضوع ده. لا هتكلم في الموضوع ده. ما خلاص بقى كفايه كده. اللي حصل حصل من زمان. روف ومروح. ومروح انا مش عاوز اقعد معاك. ماشي هروح. بس افتكر ان انت اللي قلت لي تعالى. معاك كمامة؟ انا اخرج مع جيهان. اجيب من الصيدلية. سلام سلام.